بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب صوت أردده بملء فم الغضب تحت الرصاص وفي اللهب وأظل والصلاة والسلام على خير الأنام الأمين المصطفى الأمجد المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بادئ ذي البدء نبعث بسلامنا للعوائل الكريمة الصابرة، للعوائل المضحية المحتسبة الصابرة، عوائل رموزنا القادة المغيبين في السجون، فسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كما نوجه التحية لشبابنا وحرائر ثورتنا المرابطين في سوح العزة والكرامة، فسلام من الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نعتصم في هذه اللحظة أمام منازل الرموز القادة لنؤكد لعوائلهم عن تضامننا التام ووقوفنا المستمر معهم، فما يصيبهم يصيبنا، وما يحزنهم يحزننا، وما يؤلمهم يؤلمنا، وما يفرحهم يفرحنا. عام ونصف العام ونحن متعطشون للقاء قادة التضحيات منارات الوطن الشامخ، عام ونصف وهم مغيبون عنا في قعر السجون، عام ونصف والكيان الخليفي الغاصب لا زال يعتقد أنه بهذا الفعل الإجرامي سيخمد وهج ثورتنا أو يكتم أصواتنا، ولكنه نسى وتناسى أننا تلاميذ هؤلاء العظام، أقوياء بقوتهم، صامدون بصمودهم، ثابتون بثباتهم. فهمم شباب ثورتنا الأبطال كانت ولا زالت كقمم الجبال الراسخة رسوخ يقيننا بالنصر الآتي بإذن الله. ختاما، على الكيان الخليفي الساقط أن يعي جيدا حجم التداعيات الوخيمة. إن أصاب رموزنا القادة أي مكروه لا سمح الله وهم داخل السجن، فحينها لن يستطيع أي كائن من كان أن يوقفنا عن حرق الأخضر واليابس. فرموزنا خط أحمر وقد أعذر من أنذر، ونداؤنا سيبقى مستمرا بالحرية لهم، فأفرجوا يا طغاة عن قادة التضحيات. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم قدم صدق عندك يا كريم. والفاتحة لأرواح الشهداء الأبرار تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.